السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعلم اليوم الحروف العربية. ألف أرنب، باء باب، تاء تفاحة، ثاء ثعبان، جيم جرس، حاء حبل، خاء خروف، دال دجاجة، ذال ذرة، راء ريشة، زاي زرافة، سين سلحفاة، شين شجرة، صاد صقر، ضاد ضفدع، طق طائر، ظ ظفر، عين عين، فاء فيل، قاف قطة، كاف كلب، لام لحم، ميم مشمش، نون نحلة، هاء هدية، واو وردة، ياء يد، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء.